استاذ محمد. يعني كولر بيثبت ان هو رجل المباريات الكبرى، رجل المناسبات الكبرى الحقيقه، يمكن في اكثر مناسبه كبرى بيثبت قدرته على اداره المباراه وتحقيق النتيجه المطلوبه. أيوة. وهو دايما بياكد على النتيجه في بعض الاوقات اهم من الاداء. الاداء قد يكون مش 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 مرضي في بعض الاوقات، لكن بحقق نتيجه كويسه يمكن. لكن لما توصل لمرحله الاداء والنتيجه فانت بتبقى حاجه عظيمه. قدر يحقق نتائج قبل كده عظيمه جدا في بدايات قدام الزمالك، ادى المباراه بشكل كويس جدا. المباراه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كانت تعتبر مباراه بمثابه عنق زجاجه، لانك بتضرب اكثر من اسطوره بحجر واحد، انك انت اولا بتعطل بيراميدز الفريق اللي بينافس وبيطارد، ثانيا بتسترد القمه، ثالثا يعني ما بتردش الهديه بسرعه للمنافس لما بيفقد نقاط زي حصل في المباراه اللي فاتت. فقدر يحقق كل الاهداف من خلال المباراه دي، والحقيقه قدم لنا شكل حلو للنادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني. يعني يمكن الشوط الاول الاداء ما كانش عاجب الناس بعض الشيء، وكان في تراجع خصوصا بعد الاهلي ما جاب الجول. الناس هتتكلم في اداء في مثل لما خلاص يعني اداء ايه؟ ثلاث نقاط من وجهه نظري ليهم فيهم مكاسب كبيره. ما بقول لك بنعدد في المكاسب، لكن احنا في التعادل بنبص على الايجابي. بالظبط. احنا اتكلمنا بكده يا كابتن اسلام وقلنا ان ما تاخدهاش واحده واحده ولا جوله جوله. لما تتعثر. أيوة. في جوله ما تقفش. أيوة. ولما تكسب جوله برضو ما تبالغش. أيوة. في الاحتفال. برافو عليك يا استاذ محمد، هذه النقطه اللي الكل او النادي الاهلي بيشتغل عليها طول عمره. هو اسمه دوري عشان كده يا جماعه. دوري لسه بدري. بناكد يا كابتن ان المشوار ما زال طويلا. وما زال هناك محطات صعبه ومحطات الكل هيتعثر. صحيح. الكل هيفقد نقاط. الدوري قوي جدا النهارده، سيراميكا بيكسب المحله في المحله 3-0. القوي 3-0. صحيح. المقاولين بيتاخر قدام حرس الحدود وبيكسب. فيوتشر النهارده بيقدم مباراه كبيره جدا، ما بيقدرش يكسب مع سموحه، والاثنين بيفقدوا النقاط. يعني غير يمكن كان اقل ماتش كان الاسماعيلي والبنك الاهلي، ماتش كان متواضع فنيا في الكره الحقيقه، الاسماعيلي يمكن انتهت منه كره القدم. فاحنا في دوري قوي جدا، دوري صعب جدا. يعني انبي الاهلي هيواجهه الاسبوع الجاي كسبان الاتحاد السكندري عن جداره وعن استحقاق في اسكندريه. صحيح. باداء قوي، اداء منظم، ومعاه مدرب ليه فكر وليه رؤيه وليه بصمه، كابتن طلعت يوسف الحقيقه. يعني فالحقيقه تحيه لمستر كولر، قدر يعني يستعيد التوازن لما تخسر اربع نقاط في ماتشين متتاليين وقدامك فرقه كبيره جدا، فرقه صعبه جدا، واحده من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري، عندها كواليتي لعيبه عاليه جدا من اعلى اللعيبه اللي موجوده في مصر. فرقه صنعت وتحقق نتيجه حاجه اجلك. بالظبط. وتحقق نتيجه جميله. ال 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 النقطه اللي عجبتنا قوي في المباراه دي جمهور النادي الاهلي. حقيقي كلنا. الحقيقه يعني كله لقطه جامده جدا الحقيقه. ده جمهور النادي الاهلي، ده السند الحقيقي للنادي الاهلي الحقيقه، كل التحيه والتقدير ليهم يعني.